واش عمرك سمعتي سيدو غونطابيليتي؟ بغيتي تعرف اي مشروع واش مربح ولا لا؟ سيدو غونطابيليتي تتسمح لك تعرف وقتاش راك رابح وشحال خاصك تبيع باش تبدا تربح. اللحظه فاش المبيعات ديولك تغطيو كاع المصاريف وتتكون نسبه الارباح صفر، هاد العتبه هي سيدو غونطابيليتي. هاد العتبه كتغير حسب مجموعه من العوامل كهامش الربح، ثمن البيع، تكاليف الاستثمارات. كيفاش كنحسبوا سيدو غونطابيليتي؟ سيدو غونطابيليتي هي الشيفر دافير، اي حجم المبيعات، فوا لي شارج فيكس بحال الكرا، لاسيرونس، لي زاموغتيسمون، على المارج بار شارج فاريابل، اللي هو الفرق ما بين شيفر دافير ولي شارج فاريابل. باش يحصل هاد التعادل خاص الريزلتا تساوي صفر، يعني والو الارباح، وخاص المارج بار شارج فاريابل يساوي لنا لي شارج فيكس، وحتما غادي يكون شيفر دافير هو الكوتوطال، هو مجموع المصاريف. وإلا خدينا سيدو غونطابيليتي في عدد الشهور على الشيفر دافير، غادي نلقاو لو بوان موغ، اللي هو التاريخ او اللحظه اللي كيتحقق فيها سيدو غونطابيليتي، واي حاجه تبعت موراها التاريخ راه ارباح. وإلا خدينا الشيفر دافير ونقصنا منه سيدو غونطابيليتي، غادي نلقاو المارج دو سيكوريتي او هامش السلامه. باش تكون ارباح خاص شيفر دافير يكون اكبر من المارج دو سيكوريتي، واي رقم اقل فراك غادي في الخسران. وإلا خدينا هذا المارج دو سيكوريتي وقسمنا على الشيفر دافير وضربناه في 100، غادي نحصلوا على لانديس دو سيكوريتي او مؤشر السلامه، اي النسبه المئويه او البورسنتاج ديال الشيفر دافير اللي كتحقق لنا السلامه ديال البروجي ديالنا.